وبعدين بقى خليك اصيل امار، استنى عليها شويه لحد ما نقبض اول ما هي. ها ولا انت ايه شايف ايه؟ ابي جابر، ابي جابر. نعم يا حبيبتي. انت ناسي ولا فاكر؟ ناسي ايه؟ مش انت وعدتني انك هتجيب لي فستان حلو وجزمه من اول ما هي؟ اه صحيح، حد ينسى حاجه زي كده برضه؟ هو انا بقى مستني البدله القيافه ومعاها شنطه احط فيها الكراريس. كراريس بدل المخله اللي عامله فيها بتاعه الشحاتين دي. دول برضه عايزهم من اول ما هي؟ كلك نظر بقى يا جابر يا اخويا. يعني ده خلاص اخر كلام؟ ايوه. مش عايز حاجه؟ انت بنت، انت ولد، امي عايزاك جوه. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا نفيسه. انت كمان مش عايزه حاجه من اول ما هي؟ عايزه بس مكسوف. لا قول ما تكسفيش. اقول لك وما تقولش لامي وابويا؟ ليه في حاجه سر؟ قوي. ايه؟ عايزه قلم احمر. هبر ولا جاف؟ هبر. ايه يا جابر؟ عايزه قلم احمر زي اللي بيتحط هنا اهو. اه. انت هتتزوق يا بنت ولا ايه؟ ما تزوقش ليه؟ مش اخت باشمهندس قد الدنيا؟ اه صحيح. انا لي اتنين حرف. بس يعني ما تزودش ولا تكتر يعني. كم حته قماش كده على جزمتين بكعب احكي بس. نفيسة يا نفيسة. ايوه يما. اوعى تنسى يا جابر. ها يا زهر يا حلوه، هنقضي مع بعض السنه دي. يلا على راي المثل، الجزمه اللي تعرفها احسن من حاجه. ازيك يا سيجاره؟ اهلا اهلا وسهلا. سيجاره؟ نعم. انا عايز راديو ترانزستور من غير حجاره ومن اول ما هي. لا طب ما هو كله بالحجاره يا مغفل، كله بالحجاره. معاني كمان ما اقدرش ادفع ثمن الحجاره ويطلعوا فاضيين. والله يا سيدي الغاوي نقط بطاقتي. مالكش دعوه انت. شوف بقى، ايه بيني وبينك، انا سمعت ان في راديو في مصر بيشتغل الحطب. حطب تولع الحطب وتحط الراديو فيه، يوم الراديو مولع على طول. يا ريت يا جابر، ده حتى الحطب ما فيش اكتر منه في دارني. بيقولوا ان في حبوب في مصر بتخلي الواحد الاولته مش ونص، انما زياده الخير. الله، هو كلكو. شو بقى ليكوا عليا، هجيب له كل واحد فيكم حباين يخليه ليل ونهار. ابويا عايزك يا جابر. عن اذنك. هيوحشنا يا ابو جابر. خير يا ابو حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. هيحسدونا على ايه يا اما بس؟ مهندس قد الدنيا مفيش في البلد كلتها زيك. بطلي كلام هيتاخر. يا اسكت انت، مالكش دعوه. اخدت جواب الوظيفه معاك يا حبيبي؟ معايا يا اما، ما تخافيش. انا يعني شالوا الجيب. هاتوا النبي ابو سوتان. ابو سوتان يا ولية، قلت لك بطلي كلام احسن هيتاخر. ليه؟ حاضر. يلا بمرة منك يما. يلا يلا. خد يا حبيبي. نعم يا اما. خد دول. ايه دول؟ امسك بس. هم قليلين صحيح، بس انت عارف العين بصيره والايد قصيره. يابا انا اتوظفت خلاص، خلي دول لاخواتي. لسه قدامك شهر بحاله على ما تقبض، واكيد هتحتاج لمصاريف. ربنا يقدرني على رد جمالكم يابا. انا واد الدواب، كل واحد يشيل شيله وعمل حاجه بسرعه يا ولد. انا بس انا هعمل ايه في ده كله؟ هو انا مهاجر يا اخوانا؟ اسكت انت امال كده. يابا يا اولاد، مع الف سلامه. ربنا معاك. مع السلامه يا جابر. السلام عليكم. خلي بالك من روحك يا جابر. مع السلامة يا جابر. اوعى تنسى اللي قلتهولك. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. مع السلامة. ربنا يجيبك السلامة. عينيا يا ابني. يا عم بلا تنسيق بلا حاجة، خلصنا بقى خلينا نمشي. أنا شخصيا راديو سعيد وببوس إيدي وشه وظهره. يا عم أنت حظك من السما، رايح حتة آكل راحة. إنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1966. ايه وطولت معاك كده ليه؟ تعالى ما اعرفك عليها. أهلا يا شيخ جابر. ازيك يا شيخ جابر؟ حضرتك تبقى سونيا، وحضرتك بقى يبقى الشيخ جابر، زميلنا في الكلية اللي كان بيغششنا كلنا. قول لا، شاطر للدرجة دي؟ هو شاطر في حاجات وخايف في حاجات،
والمصيبه انه خايف في الحاجات المهمه. وبعدين بقى مش كده النهارده. المهم انت جيت امتى من البلد؟ النهارده. يبقى هناكل الزبده والفطير المشلتت يا جدعان. سهره النهارده عند جابر يا جماعه. جابر مين يا عم؟ ده انا لسه ساكن جديد في حته اوضه وصاله على سطح. حضرتك قلت سطح؟ ايوه يا ست هاني. متاكد؟ مش متاكد ازاي والسلالم قطع نفسي كل يوم. الله يجنن يجنن. هو ايه ده اللي يجنن يا فندم؟ السهره في الروف طبعا. تصوروا تصوروا سهره شعبيه فولكلوريه. مش بتسمي حاجة اوريجينال؟ خلاص بقى يا اخي، هو في حد غريب؟ ايوه بس مفيش بس، يا جماعة الليلة دي هنعمل جلابية بارتي عند جابريتو. ايه جابريتو؟ هلا انتوا غيرتوا رأيكم هتسهروا في حتة تانية؟ حتة تانية ده ايه؟ هلا مش بتقولوا هتسهروا عند جابريتو؟ جابريتو ده يبقى أنت. أنا جابريتو؟ يا نهار أسود، ده أنا أبويا وأمي لو عرفوا إن أنا جابريتو يقعوا من طولهم. يا ريت يبقى بوس بس علشان ها. يا يا جابريتو اكل بتاع الفلاحين يجنن جنان. مش بقول لك الشيخ جابر ده كله بركه بتاخد لك فوق. دي بير. ايوه يا سيدي مظبوط. هي البيره مش حرام؟ بعد ما ربحتها كلها يا جدع تقول دي حرام. تعالى معايا يا جابريتو. يلا بقى الواحد مش هيعرف ينام في البيت المهبب ده. تصحيتي مرزوق. ما انا خايف انام، خايف انام النجفه دي تقع على نافوخي تفتحه. ده المستخبرين فين ده كله يا ربي؟ بيت طول عمره محترم يجي على اخر الزمن ساكن يسكنوا فيه يقلبوا كباريه. انت ما تعرفش بيشتغل ايه؟ وانا اعرف شكله لما هعرف شغله، ومع كل لازم اعرف حكايته ايه بالظبط. لا اعمل معروف يا مرزوق، مالناش دعوه. مالناش دعوه ازاي؟ ده المثل بيقول اسال عن الجار قبل الدار، واحنا عندنا اولاد في سن صعبه محتاجه الجيره كويسه مش لكباري. هات وبعدين بقى كنت يا اخويا عامل زار. بتضحكوا على ايه انت وهي؟ ذاكروا لشهاده وعايزه مجموع. نهار اسود السقف هيقع علينا يا حفيظه. والعمل بيهزوه. انا هطلع اوقفه عند حد وبلاش كلام فارغ. اديني الروب. بلاش يا اخويا، انت عصبي وصاحب عايق. اديني الروب. حاضر يا اخويا. خلاص يا بابا بقى، اهي الليله وتعدي. ليله مين؟ المسائل دي لازم يتوضع لها حد، والا هتبقى كل يوم الحكايه دي والثانويه هيبقى راحت عليها وانتهينا. اديني الروب يا حفيظه. مش عايزين لبن النهارده. انا مش بتاع لبن يا سيد. ما عندناش مكوح. انا مش بتاع مكوى يا حضرت. يبقى مفيش زباله وتفضل بقى خلصنا. برافو عليك تجنن حلو. كله من ده وحياتك. قلنا مفيش زباله.
زمالة مين يا افندي يا مهزأ؟ يا وكمان بتشتم؟ تقلب البيت كباريه ومش عاوزني اشتم؟ انا بمارس حريتي الشخصية في شقتي. مفيش حاجة اسمها حرية شخصية، في اصول. الله 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 الله، انت بتتكلم في السياسة؟ انت عايز تقول ان البلد مفيهاش حرية؟ ومين اتكلم في السياسة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب يا ابني مش تعرف انت بتكلم مين الاول بدل ما تضيع نفسك في شربة مية؟ يا استاذ انا على كل حال هتعرف نتيجة كلامك ده بعدين، وساعتها هتبكي مش هرحم عينيك، هتشكي مش هسأل عليك، لان في ناس تانية هتتكلم معايا مش انا. والله يا سعادة البيئة انا ما اقصد حاجة، سيادتك مش فاهمني. مع السلامة. عظيم عظيم كلفت مش كده؟ طبعا، من هنا ورايح هتلاقيه يعمل لك الف حساب. انا كمان كل ما حزني هستعمل الطريقه دي. يلا فيها تواضع بقى. واهدى شويه. تعرف ان ده مصيبتي يا باشمهندس؟ ربنا يبارك خاطرك. اتفضلي. لا اتفضل حضرتك الاول. لو الله والله ما صحش يعني. ميرسي. يا سلام. اه لو تعرف قد ايه هي حلوه وجميله ورقيقه. ولا ضحكتها وهي مكسوفه. ولا هديه وهي بتسلم عليا. يا لهوي على هديه. دي بتطلع كهرباء يا جدع. بس تعرف يا حضرس، انا حبيتها من اول نظره ومش عارف اعمل ايه. ما انا كمان اصلا انا بضرب لخمه اول ما بشوفها مبقاش عارف اقول حاجه. تعرف نادرا عليا لو ربنا اكرمنا في المسائل دي والعمليه بقت فلاني هجيب لك بشير الكرشه ولحمه راس. ايه؟ اتعطل امبارح عشان يتعطل النهارده. طب ما انا عارفه. عارفه؟ الله ده انا قفل بقى. تعرف؟ دي أول مرة أتكلم فيها مع واحد غريب. وأنا كمان. وتعرف كمان دي اول مره اخرج فيها مع حد غير بابا او ماما او اخويا. وانا كمان. لا انت بتضحك علي بقى. معقوله بقى ما كانش لك صاحبه قبل مين؟ انا حياتي يا منى كانت غير الناس كلها. في الوقت اللي كان اي شاب بيحس بالحب وبيبقى مشغول بيه كنت انا بحس بالمسؤوليه اللي قدامي، وبابا مشغول بدروسي كنت بذاكر ليل ونهار علشان انجح واحقق املي واسعد الناس اللي حواليا. واديك نجحت وبقيت مهندس جيولوجي قد الدنيا. قصدك مهندس حيوانات. ايه؟ القوة العاملة بعد شاء السنين دي كلها عينتني في جمعية الرفق بالحيوان. ليه؟ معرفش. ولا يهمك. وانت بتشتغل دور على وظيفة تانية. ومع الصبر هتلاقي الشغلانة اللي انت تحبها. تعرف يا منى انك ايه؟ هو يعني زي ما تقولي كده انا حاسس ان انا او بمعنى اخر يعني يعني عايز اقول يعني ما تقولش حاجه. انا حاسه بكل اللي انت عايز تقوله. فاهمه؟ صحيح. عارفه منى؟ عارفه ايه؟ أول مرة أحس إن بتوع الثانوية العامة أجدع من بتوع البكالوريوس. أنت
كم عندك في المنبه يا حفيظه؟ الساعة 8 يا اخوي. معلش وقت. الراديو فين؟ جوه عند الولاد. يا منى هات الراديو يا منى. يا حفيظه 100,000 مرة قلت الراديو ده يتصلح. ما احنا مش لاقيين لومض يا مرزوق. هات يا ستي، انت فاتحة الراديو على المزيكا. حد دلوقتي بيسمع مزيكا؟ أنا قلت بيتمرر الراديو ده يبقى دايما مفتوح على الأخبار والأناشيد الوطنية. أنا عارف بعمل إيه. حقائق يقدمها أحمد سعيد ومحمد عروق. اليوم ما بعرفش أذاكر والراديو ده صوته عالي. اتعودوا من هنا ورايح تذاكروا هو صوته عالي. وأنت عارفة ليه؟ عارفة يا أخويا عارفة. طب نسمع مزيكا بدل اللي بيتقال ده. شوفوا بنتك اللي عاوزه تودينا في داهيه. ابوكوا ادرى بمصلحتكم. اتفضلوا روحوا ذاكروا في اوضتكم. اتفضلوا خلونا نسمع بقى. يلا خشوا على اوضتكم. يلا تاني مره ما تتحسنوش بحاجات زي دي. الحقائق اختفى من الوجود امام سيل الحقائق الذي انهال عليه من اعداء الناصريه. هذا وهمكم الذي تطمعون فيه. أن يختفي البرنامج الذي يفضحكم. يا رب فضح على خير يا رب. إن شاء الله يا رب. في نحوركم وقلوبكم. وبعدين بقى هو هيبتدي يمشي ورايا ولا إيه؟ اسمعي، مفيش داعي تتأخر أكتر من كده. الظهر الأتوبيس بتاعك هيتأخر. خد ركبي تاكسي. بس يا بابا. مفيش بس، روح انتي. حاضر. صباح الخير. صباح النور يا سعاده البيه. مش حضرتك برضو اللي ساكن تحتيه؟ خدامك مرزوق الفيوم يا سعاده البيه. اهلا وسهلا، انا اسمي جابر عبد ربه. أنعم وأكرم يا فندم. الجابر عبد ربه قال، والواحد منهم تلاقي له يجي 100 اسم. أنا آسف لأن ليلتها قابلت حضرتك مقابلة مش ولا بد. يا خبر يا سعادة البيه، ده حضرتك كنت بتمارس حريتك الشخصية، والحرية دي زي نسمة الهوا، محدش يقدر يعيش من غيرها، والحمد لله الجو في مصر كله طراوة وهوا على الآخر. تعرف إن حضرتك راجل ظريف؟ وفي حالي والله يا سعادة البيه، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وبيني وبينك انا دايما فاتح الراديو على برنامج اكاذيب تكشفها حقائق. وش معنى البرنامج ده بالذات؟ اصله برنامج وطني جدا. ما شاء الله. ولما بسمعه تلاقي قلبي بينط من الفرحه. هي الساعه جالها كام دلوقتي؟ حوالي 7:30 كده. مواصلات بقى ازاي زفت. حلني بقى على ميجي اتوبيس ونركب. ايوه خش اديني في الكلام شد. اذا كنت انت حدق انا احدق منك. بقول فين على الاتوبيس ما يجي يكون الواحد داخل من الوقفه. وماله يا سعاده البيه، الوقوف في الشمس شيء محبب ومفيد للبدن. عشان كده انا شخصيا عمري ما ازعل. الاتوبيس جه ما جاش على راحته. بس الناس وراها مواعيد يا استاذ مرزوق. خلاص سعاده البيه، بدل ما ينزلوا من بيته بسبعة ولا 7:30 ينزلوا 5 ينزلوا 4. الله، ما يباتوا في الشغل بقى احسن. وماله، فكره عظيمه وكله فايده للوطن. ثم صحيان بدري كله رياضه. اعتقني بقى وحل عنا. الله يخرب بيتك. اهو الاتوبيس وصل اهو. اللي عايز درجة ثانية خش جوه. خش يا ست، انت اللي واقف على الباب اللي شايل العيل. خش جوه. خش يا اخينا. اوعى يا ابني، انت اللي واقف في السكة واقف. اوعى. خش جوه. يا ساتر يا رب. زحام غير طبيعي. والمصيبة ان كل يوم من ده، صبح وبعد الظهر. ايوه يا اخويا، جرجرني في الكلام جرجر. يا سعادة البيت، احنا بنزيد زي الأرانب. الحكومة هتعمل ايه بس؟ كان الله في عونها وعوني وعون اللي خلفوني. كل واحد يجهز فك. مش عايزين وجع قلب على الصبح. طب والمطبات دي الحكومه برضه معذوره فيها يا استاذ مرزوق؟ لا بقى، ده بانه ناويله علنيه. شوف يا سعاده البيت، انا رايي شخصيا المطبات دي مقصوده، لها فوائد صحيه. صحيه ايه؟ ده الواحد جوه الاتوبيس عامل زي اليويو، طالع نازل طالع نازل. ما الحركه دي بتخلي الاكل يتهضم وتخلي دايما نفسك مفتوحه للاكل. اكل ايه يا استاذ مرزوق؟ هو حد لا ياكل؟ ازاي بقى؟ الخير على قفا من يشيل. قفا مين يا عم؟ انت ليك ما فطرتش. كل واحد يخلي باله من محفظته، مش عايزين دوشه ولا وجع دماغ. خش يا معلم. خش جوه. تصور حضرتك، اول ما جيت مصر نشروا مني البنطلون في الاتوبيس، ما عرفتش غير بعد ما نزلت في الشارع لما لقيت الناس كلها بتبص لي وتضحك.
بنطلون البنطلون يا سعاده البيه ده كانوا كمان هينشيلوا السروال لولا ساتر ربنا الدكه كانت متبده جامد ما عرفوش يقطعوها بس برضه يا سعاده البيه الحكومه معذوره لان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح اقول له سروال يقول لي معذوره ورق تذاكر تذاكر ورق لا عنك انت انا اللي هدفع لا والله انا اللي هدفع لا بقى انا زي اخوك الصغير وما تكسفنيش وانا برضو زي والدك وارجوك ما تحرجنيش وانا مش فاضلكم خلصونا بقى خلينا نشوف غيركم ما تزعقش اتفضل حضرتك ادفع عشان ما تزعلش لان انا يهمني رضاك لا بقى انا اللي يهمني رضاك وشايفك واخد على خاطرك مني عشان كده هسيبك انت اللي تدفع يا عالم خلصونا وخلوا عندكم دم وادفعوا بقى الله اتفضل هات تذكرتين وبلاش طولة لسان يا ناس حرام عليكم ده انا عمال من الصبح هاتي من اول الاتوبيس عايزين فكه عايزين فكه الله يخرب بيوتكم مفيش غير كده طيب تذاكر اهي والباقي اهو على ظهر التذكره اتفضل مفيش حاجه اسمها ظهر التذكره بص لي هنا شيل ايدك لاخدك على حنطور عينك منك له يخرب بيتك الكمساري ودى نفسه في داهيه مش تعرف الاول انت بتكلم مين قبل ما تندم بص فيك وفي اللي جابوه ايه انتوا بتهددوني طب وديني ما انا سايبكم اللي على القسم انا بقى مصمم ان احنا نروح القسم اه اطلع يا سعيد محدش يطلع على القسم اي حاجه انا هتصرف انا سيبك والله انا سيبك انا هقعد في مكاني انا هخرب في يوم اوعى 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 وانا هسيبك النهارده وانا هسيبك حاضر يا فندم حاضر يا فندم كل التعليمات هتنفذ يا فندم مع السلامه مع السلامه يا فندم ايه يا راجل الافتراء بتاعك ده؟ بقى تصحيني من حس النوم وجبني على ملاوشي. سمية يا سيدي الخبر الخطير اللي ما تقدرش تقول لي عليه في التليفون. اسكت. النهارده اسكت النهارده. يا ساتر يا رب، ايه في ايه؟ اكتشفوا مؤامرة لقلب نظام الحب والدنيا كلها مقلوبة. ايه؟ بتقول ايه؟ تمام يا فندم، العربية اللي سيادتك طلبتها جاهزة. خلي بالك، واجمع بقية الزملاء حسب التعليمات. ويا التعليمات دي هتخلص النهارده؟ يا سعاده البيه مش عايزين يدفعوا تذاكر ولما طلبت منهم التذاكر ضربوني وشتموني وسبوني سب علني كمان احترم نفسك وشوف بتكلم مين ومين اللي قدامك يا سعاده البيه الحق حق والعدل عدل انا هسيب البيه مع سيادتك تتفاهموا مع بعض و اتفضل يا سعاده البيه اتفضل اتفضل شوف حضرتك حضرتك طبعا عارف الاوتوبيسات واللي بيحصل في الاوتوبيسات انت تخرس خالص اما بسالك بتكلم انا اصلي كنت راكب مع الراجل العظيم يا فندم العفو ده انت الراجل الاعظم معقوله حد اعظم منك ناس مهمات برضو يا فندم يا استاذ ده فندم ده يعني من الناس اللي انت يا سلام ايه 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 ده قلت اخرس الو تجهزوا نفسكم في معتقلين هتوصل الاقسام بين لحظه والتانيه مش عايز اي حاجه تشغلكم عن المهمه دي مفهوم اسمع مصطفى انا افضل انك تجيني حالا حالا يا فندم يا سعاده البيه انت تخلص خالص انا مش فاضلكم شويش فندم خد الاثنين دول على التخشيبه لما ابقى افضى ابقى احقق معاهم وانتوا اطلعوا بالاتوبيس مفيش داعي انكم تعطلوا الناس اكتر من كده يا عم يا عم سعاده البيه صلي على النبي لا انا مع سعاده البيه ده وسعاده البيه معايا بقول لك جرهم على التخشيبه شويش تخشيبه ايه يا بيه ده احنا ناس محترمين انا محترمين بلا كلام فارغ يا سعاده البيه انت واقف ساكت ليه ما تقول لهم حاجه اقول ايه بس ما انا كل ما اجي اتكلم اقول لي اخرس اخرس طب وريهم حاجه من اللي معاك عشان يعرفوا انت مين اوريهم ايه مش فاهم قدام انت وهو الله يخرب بيتكم قرفتونا في عيشتنا من فضلك مفيش داعي للتسرع وبعدين قرفناك ازاي واحنا ما شفناكش قبل كده هو حد قرفنا كل يوم الا الاوتوبيسات وبتوع الاوتوبيسات قدامي يا اخويا لا من فضلك بلاش كلمه قدامي دي انا مره واحد قال لي ورايا ضيعته الله اكبر رحت في داهيه انا رحت في داهيه طب قدامي ورجلك فوق يا ابني من فضلك مفيش داعي للكلام ده ورايا وخلي يومكم يعدي لا بقى ما انت تنسلك على حد يا وراك يا قدامك طبعا لازم تفضلك يا سيد استنى